طب والولاد دلوقتي بقى البيل بقى اللي معاه لسانس حقوق ده؟ والله عايز شغلانه بس مش لاقي شغل. مش متضايق انك قاعده هنا؟ لا ده بيقول لي شرف ليا. واد جدع. قول لي شرف ليا ويبوس ايديا كل يوم. والله العظيم. ولما اقول يا بص لايوم كلهم فوق دماغي. وعندك في بيتك كل حاجه؟ كل حاجه. مش محتاجه حاجه. الحمد لله رب العالمين. عايزه شغلانه لابنك؟ والله يا العظيم. شغلتيه لغايه ما خليتيه معاه لسانس حقوق. الحمد لله. انت عارفه دي كليه الوزراء زمان. ايوه. زمان بقى بس زمان راح. زمان راح وراح معاه ايه كمان؟ كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه. راح. بس بقى رحمه ربنا الموجود. بس. ولما بتقعدي كده بتفكري بقى في الرحلة الحلوة اللي عملتيها دي كده بقى؟ لا بفكر بقى افتح كتاب الله وافضل اقرأ فيه. الحمد لله انا دلوقتي حافظة 8 اشهر 8 اجزاء اللهم صل على النبي. وبروح الدار الارحم قلت لك حافظة 8 اشهر زي العسل. 8 اجزاء الحمد لله. الحمد لله. ونفسي بقى اجوزهم وبقى كده اطلع. بتحفظي القرآن في الجامع ولا في البيت؟ لا في الدار الارحم. في دار الارقم. هنا مشهوره دي. مشهوره. عند مدرسه الامل. نفسك في ايه بقى قلتي؟ نفسي اجوزهم واطلع اعمل بقى عمره والحمد لله رب العالمين. مش عايزه حاجه. لا عندك تلفزيون في البيت بتتفرجي على التلفزيون؟ بتفرج على حضرتك. نفسك التلفزيون يعمل لك ايه؟ نفسي اعمل ايه يعني؟ تشوفي ايه في التلفزيون يعجبك؟ الشباب دي كلها الناس يعني برضو غلبانه. الناس انا في الشارع وشايفاهم. قولي لي الناس تعبانه. الشباب ده يعني لا حول به ولا قوه. يعني عايز يلقى يطلع من ان كان معاه اتخرج من جامعته او مش ما معهوش اي حاجه يلاقي حاجه سند بعد الله عز وجل ان هو يعتمد عليها شغلانه يشتغل فيها يبقى حاجه ثابته ليه بدل ما هو كده يعني تعلم والتعب ومفيش وظيفه مفيش حاجه. تشوفيهم انت رايحين جايين قدامك. والله وقلبك متكل عليهم وربنا يصلح حالهم. ربنا يصلح حال العباد كلهم يا رب. لما جوزك مات كان عندك 21 سنه ما فكر قلتي قلت على فكره كنت حلوه وانت صغيره؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما فكرتيش تتجوزي خالص؟ ما هو ولادي بقى انا بحب ولادي احسن من كل الدنيا. ما كانوا صغيرين كده؟ ما هم حبايبي. انا احس ان دول روحي لو والله العظيم يعني متعلقه بيهم يعني احسن من اي حاجه. اخاف عليهم من نسمه الهوا. وهم نفس الحكايه معايا برضه. والمشي ده انت اللي بتعمليه؟ بتعمليه في البيت؟ ايوه. قولي لي بتعمليه ازاي؟ مش لبن جميل. ما انا عارف انه مش لبن جميل وبيكون قشر برتقان وبتاع دوت وفلفل ومرته وبتدوب كله ببعضيه بقى. وتخلطيها يبقى مش على طول ولا لازم يتركن؟ كنا زمان نحطه في البلاص. ما هو احنا عندي قديم وعندي جديد. عندك بلاص في البيت؟ عندي. وفي دود طبعا وكل حاجه. في دود اكيد. اكيد يعني. والثوم ده المصريين زمان كانوا يشتروه من باب الشعريه يخزنوه. عارفه الحكايه دي من باب النصر؟ ايوه. في ناس بتيجي تشتري ثوم. ايوه. بكام بقى دلوقتي؟ بتبيعيها بالواحده ولا لا؟ بالكيلو. بالكيلو. بيع الكيلو. دي تعمل اكتر من كده كيلو. دي زي ما تيجي زي ما تطلع. بكام بقى كيلو؟ اي مش يعني حسب يعني ب 25 ب 20 بتبيعه عشان ده ناشف مش جديد. ما الناشف يبقى حلو. الناشف احسن من الجديد. الجديد ما يتاكلش. الناشف جديد ميه. طري. مفهوم. هو لازم احنا نحطه في البلكونات وننشفه كده. هو ده ناشف جاهز يا دوبك هيعمل ده. وانت اللي بتنشف الملوخيه دي؟ لا 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 انا بشتريها جاهزه. تجيبيها وتبيعيها وماشي الحال تمام. فضل ونعمه من ربنا الحمد لله. ومين اللي جاب لك الابتسامه الحلوه دي؟ ربنا. هو الذي يضحكك ويبكيك. صحيح. هو ربنا اللي بيضحكك هو اللي بيبكيك برضه. والذي اضحك وابكى. سبحان الله.